هنالك وعي، الوعي تشكل أصبح حقيقة. هذا الوعي شكل ثورة نتيجة الأزمات المتعاقبة. الثورات في مقدمة ما تقوم به هي إعادة إنتاج الهوية الوطنية. ثورة تشرين المباركة هل فعلا استطاعت أن تعيد إنتاج الهجمة الهوية الوطنية برغم ما تتعرض إليه من هجمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المحاور اللي طرحها التقرير واللي ظهرتها جنابك هي أمرين. يعني الأول الدولة المدنية، وهذا ثوب مهم أنه نتحدث عنه. أيضا دور المرجعية التي تتبنى مشروع الدولة المدنية ولا تذهب إلى شعار المحيط بالعراق، وأيضا بأجواء المرجعية الإسلام يقود الحياة، لأنه كل من رفع هذا الشعار الإسلام يقود الحياة، إن كان شرقي أو غربي شمالي أو جنوبي، أخذونا أو أوصلونا إلى هذه المنطقة التي نشكو منها. وخير وصف وصفة المرجعية لهذه المرحلة هي حقبة الفساد والفشل. الذي يتحدث لديه مشكلة مع الإسلام، حقيقة الحديث عن حديث مع حديث آخر. نحن نتحدث عن سلوك من تغطى بالإسلام وانتهك المال العام وخان الأمانة. تفصل بين الفكر والممارسة. نعم. هنا الموضوع الدولة المدنية، خير وصف وصف للدولة المدنية أو إطار الدولة هو الوسطية والاعتدال، وهذا ما تتبناه المرجعية المرجعية العليا في النجف. هذه المنطلقات اللي نتحدث بها هي المرجعية والدولة والوسطية والاعتدال، هذا الجامع المانع الذي بحاجة إليه المواطن وخرج من أجله المواطن. راهنا قبل أشهر من خلال قناتكم الكريمة على أنه الوعي هو ينتج أكثر من نصف الحل، والآن مرحلة الخريف أوشكت أن تنتهي. قد تشكل الوعي. نعم، تشكل الوعي وجاء الوعي بهذه الرياح، وسقطت الأوراق الورقة تلو الأخرى. حل الخريف. حل الخريف، والآن الخريف موسم تساقط الأوراق أوشك على النهاية، ودخلنا في المنطقة الانتقالية التي نتحدث عنها وهي الربيع. ربيع دولة العراق أصبح قريب. الطالب الجامعي الذي خرج بهذا الكم وبهذا الاستعداد وبهذا التفاعل وبهذا الإصرار وبهذا الثبات الأشهر الماضية، وتحمل ما تحمل من قتل وتخوين وشيطنة ومشاركة المرأة، هذه النقطة الثانية الأساسية، الطلبة والمرأة العراقية مشاركتهم في هذا وجه من أوجه المشاركة العامة لإنتاج الدولة المدنية وسقوط الأوراق وإزهار وتجاوز العقد النفسية. نعم. نعم. والمألوف. نعم. 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 فإحنا الآن بهذا الوعي وهذه المشاركة والدماء التي سقطت ضخمة، مئات الشهداء، عشرات آلاف الجرحى، الطبقة اللي موجودة الحاكمة الآن تخوض صراع وجود. من خلال قناتكم تحدثنا وقدمنا نصائح، أنا وكثير من الأخوة. المرجعية حريصة على الدماء، لكنهم حقيقة حريصين على مصالحهم وعلى مغانمهم أكثر من حرصهم على الدولة وعلى آخرتهم وعلى المواطن وعلى مستقبل، حتى مستقبلهم الضيق.